وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من دبي الدكتور خالد القاسمي، المحلل السياسي والخبير في شؤون الخليج. مساء الخير دكتور خالد، ما هو تعليقك بخصوص إضافة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب 211 فردا مدعومين من قطر إلى قوائم الإرهاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالنور. وبلا شك يوما بعد يوم حقيقة حكومة قطر تكشف عن نفسها وتكشف بأنها تاوي هؤلاء الإرهابيين، وبأنها يعني هي من يمول كل التنظيمات الإرهابية التي تعاني منها حقيقة المنطقة العربية، وأيضا حتى الدول الأوروبية تعاني يعني من الإرهاب القطري. اليوم قطر مكشوفة أمام العالم من خلال هذه التنظيمات التي أعلن عنها، وقبلها 57 شخص مطلوبين. فما بالك حينما تكون هذه القوائم تتضمن يعني ناس من الأسرة الحاكمة وناس قريبين من الحكم، وأيضا ما يدل على ذلك ما تقوم به قطر حقيقة في سوريا وفي العراق وفي اليمن من تمويل الإسلام المتطرف ومن تمويل جماعة الإخوان، وهذه الأمور حقيقة واضحة أمامنا. للأسف يعني لا مجال سوى تغيير هذا النظام، لأن هذا النظام كل يوم يتمادى في استعمال الإسلام السياسي وفي التدخل في شؤون الدول الأخرى من خلال حقيقة مأوى هؤلاء الإرهابيين. نعم. ونحن نعلم بأن تاريخ الإرهاب القطري تاريخ ابتدأ منذ بداية الانقلاب في 95، وأسس لهذا الشيء ولا يستطيع اليوم أن يتخلى عنه، لأن من يحكم قطر هو هذه الجماعات الإرهابية والإسلام السياسي. فلذلك هذا النظام يعني بإذن الله آيل للسقوط، لياتي بدل النظام يتماشى مع اخوانه في دول الخليج ومع الدول التي تكافح الارهاب اينما كان. نعم دكتور، في اطار هذا الاعلان وفي اطار هذه الاجراءات، هل تتوقع بان تكون هناك قوائم اخرى ستعلن عنها الدول الاربعه الداعيه لمكافحه الارهاب خلال الايام القادمه؟ بالتأكيد هناك قوائم ستلي هذه القوائم، هناك قوائم أيضا لدى إخواننا في ليبيا الذين تأدوا من التدخل القطري والذين يدعمون جماعات إرهابية تحت ميليشيات مختلفة. حقيقة يعني لولا قطر لما كانت هذه الفوضى التي نشاهدها في ليبيا وفي سوريا، وبالتأكيد يعني الدول الأربعة المتحالفة ضد الإرهاب تنظر إلى هذه القوائم، وستكون هناك يعني الآن تحرية لهذا النظام. وأنا أعتقد أن القبائل العربية من قطر التي طردت والتي يعني سحبت جنسياتها بالإضافة إلى مشايخ آل ثاني سيشكل ثقل لإسقاط هذا النظام الذي أصبح وبالا حقيقة على الخليج وعلى الوطن العربي، ولا مجال حقيقة من تغيير نظام الحمدين الذي يريد حقيقة إسقاط المنطقة العربية بالكامل. نعم. وقد بدأ للأسف الشديد بما سماه الربيع العربي في 2011. نعم، في الجانب الآخر إذا سمحت لي دكتور خالد، بعد كشف الوجه الحقيقي لقطر أمام المجتمع الدولي، ألا ترى بأن العمليات الإرهابية المدعومة من الدوحة باتت في انحسار على الأقل في الوقت الحالي؟ بالتأكيد اليوم نلاحظ يعني على سبيل المثال في المدن المتحررة في جنوب اليمن نلاحظ هناك استقرار كثير مقارنة بالسنوات الماضية، كذلك القضاء على داعش التي أعلن النظام العراقي بأن تم القضاء عليها، وكذلك يعني الوصول إلى تسوية للموضوع السوري. بلا شك يعني تقلص دور قطر بعد أن انكشف، وبعد أن انكشف أصبح العالم يعلم بأن قطر هي من تمول هذا الإرهاب. كذلك إخواننا في مصر حقيقة ما كان يجري في سيناء للجماعات الإرهابية التي كانت تمولها قطر، بلا شك يعني العودة إلى حقيقة الحضن العربي هو كان المطلوب من قطر، إلا نعم. أن قطر تخلت عن كل هذا. نعم. ورأت في الإرهاب وفي الجماعات الإسلاموية
هي الهدف لتخريب هذه الأمة. طبعا هذا دور مرسوم وانكشف الآن ليس أمام العالم العربي وإنما أمام كل دول العالم، لأنها ممول للإرهاب. وبإذن الله زائل هذا النظام ليأتي نظام يتقارب مع أخوانه ويكمل مسيرة الدول الخليجية ومجلس التعاون، لأن مجلس التعاون يرفض أن يكون إرهابيين وسط أو دولة ترعى الإرهاب وسط هذا التجمع الإقليمي الهائل بين دول الخليج. نعم، من دبي الدكتور خالد القاسمي المحلل السياسي والخبير في شؤون الخليج، شكرا جزيلا لك.